مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى فندق فينيسيا لمتابعة كلمة رئيس الحكومة تمام سلام خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربي. متحدثا أمام هذه النخبة الكريمة من أخوان اللبنانيين والأشقاء العرب، من أصحاب العقول النيرة والإنجازات المشهودة، الذين يؤكدون عاما بعد عام إيمانهم بلبنان وبقدرته على النهوض من قلب الصعاب وبدوره كمنارة مشعة في محيطه. إنها مناسبة طيبة ليست فقط للترحيب بكم في بلدكم الثاني، وإنما أيضا للإشادة بدوركم الرائد كل في ميدانه في دفع عجلة النمو في بلدانكم الشقيقة وفي رفض الاقتصاد العربي بمقومات القوة والنجاح. إن بعض الاقتصادات العربية وخصوصا في منطقة الخليج تمكنت بجهودكم وكفاءاتكم وبحكمة قيادات وطنية فذة وضعت نصب أعينها خير الإنسان ورخاءه من احتلال موقع رائد على الخريطة الاقتصادية العالمية يفخر به كل عربي. أيها السادة، إن جهودكم بيننا اليوم ووجودكم هو دليل على ثقة متينة ببلدنا تعبرون عنها دائما أفرادا ومؤسسات ودولا، وهي ثقة تمدنا بالعزيمة وتمنحنا أسباب القوة لجبه التحديات مهما كان نوعا. إن لبنان دولة وشعبا مدين بالكثير لإخوانه العرب، وخصوصا قيادات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين ما خذلوه يوما ومن كفأوا عنه في الزمن الصعب، وكانوا أبدا حضنا دافئا لأبنائه وداعما لسلمه واستقراره ونهضته. فأهلا بكم جميعا، أهلا بكم بيننا في بيروت إخوة كراما أعزاء. الحضور الكريم، تسلمت حكومتنا مهامها منذ فترة لا تزيد عن 4 أشهر في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، وقد قمنا وتمكنا بعون الله وبتضافر جهود كل القوى السياسية من تحقيق إنجازات ملموسة أزالت الكثير من المخاوف وأشاعت جو من الإطمئنان الذي بدأنا نلمس نتائجه من خلال مؤشرات اقتصادية واعدة. لقد كان الأمن ملفا نازفا تسبب بالكثير من الخسائر البشرية والخراب الاقتصادي والخراب الاقتصادي في مناطق لبنانية عزيزة، وأثار شكوكا حول الاستقرار في لبنان ومناخا غير مشجع على الاستثمار والسياحة فيه. لكن القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمنية تمكنت بتوجيهات من الحكومة ومن فخامة رئيس الجمهورية حينذاك العماد ميشيل سليمان من إعادة الأمن والأمان إلى مدينة طرابلس التي كانت بؤرة توتر دائم، وإلى مناطق البقاع الشمالي التي كانت مسرحاً لممارسات مخالفة للقانون، وهي بيروت تستعد لمرحلة جديدة من الخطط
الأمنية لضبط المخالفات وتثبيت الاستقرار. وشرعت الحكومة بموازاة ذلك في معالجة حالات الشغور المزمن في الكثير من المواقع الرئيسية في المؤسسات العامة، وأجرت عشرات التعيينات التي من شأنها بث الحيوية في الإدارات الحكومية لتتمكن من القيام بمهامها في خدمة مصالح المواطنين. وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي تولي حكومة عناية كبيرة لملفين حيويين. الأول هو ملف النزوح السوري الذي بلغت أعباؤه حداً لم يعد لبنان قادراً على تحمله. وتعمل الحكومة اليوم مع الأشقاء العرب ومجموعة الدعم الدولية للبنان والمؤسسات المانحة على مقاربات متعددة لهذه المعضلة لإيجاد الحلول الناجحة لها. أما الملف الثاني وهو ملف الغاز والنفط الذي يجري العمل عليه بطريقة علمية ودقيقة ودؤوبة، تمهيداً لبدء مرحلة الاستكشاف الذي تدل كل المؤشرات إلى أنها تبشر بالخير مع ما يعنيه ذلك من فرص استثمار وعمل للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي. أيها الحضور الكريم، يعيش لبنان منذ أسابيع شعوراً في موقع الرئاسة الأولى بسبب عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إنني أؤكد مرة أخرى رغبتنا وحرصنا وسعينا الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لإعادة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي والمتكامل. وأني أدعو جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة العليا على ما عداها وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني. إن حكومتنا وفي انتظار انتخاب رئيس للبلاد ستؤدي واجباتها كاملة بكل أمانة، انطلاقاً مما نص عليه الدستور وبروحية التوافق الوطني الذي هو غايتنا الدائمة. وسنبقى حريصين على خدمة مصالح المواطنين وتسيير شؤون البلاد، وساهرين على حسن عمل المؤسسات التي ليس مسموحاً تعطيلها والحكم عليها بالشلل تحت أي ذريعة كانت وفي أي ظرف كان. إنني هنا أود التوقف عندما يراود اللبنانيين من مخاوف بسبب ما يشهده العراق وسوريا هذه الأيام من أحداث مؤلمة، وما يطرحونه من أسئلة حول احتمالات امتداد الحريق إلى الثوب اللبناني. إننا في حكومة المصلحة الوطنية لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره. وسوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية وعلى وعي الغالبية الساحقة من اللبنانيين وإيمانهم بلبنان الواحد الموحد الآمن والمستقر. الحضور الكريم، إننا في عملنا الحكومي نولي أهمية كبرى للجانب الاقتصادي المتعلق بتشجيع الاستثمار، وندرك أن من المهمات الرئيسية أمامنا
القيام بالإصلاحات الإدارية التي تسهل حركة المستثمر وتجعل لبنان مكاناً جاذباً للاستثمارات، سواء استثمارات اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو العربية والأجنبية منها. إننا نسعى إلى خلق الإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستثمار، ولهذه الغاية سوف نعمل على إنجاز قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما في الجانب الاقتصادي العام فإننا نضع نصب أعيننا اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة اللبنانية عبر تخفيض كلفتها لجعلها قادرة على المنافسة، ولمساعدة القطاع الزراعي لإيجاد الأرضية المناسبة للاستثمار في مشاريع كبيرة تخلق قيمة مضافة في الإنتاج الزراعي. ولا بد لي من الإشارة هنا إلى قطاعنا المصرفي الذي يمضي في مسيرته الناجحة ويشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني. إن هذا القطاع ما زال على رغم الأوضاع الدقيقة يسجل نسب نمو في الودائع تقارب 6%، كما أن نسب الملاءة فيه تتجاوز نسب الملاءة في الغرب، فضلا عن امتلاكه نسبا عالية من السيولة تعتبر عنصرا مشجعا على الاستثمار. واقعنا العربي للأسف ليس في أحسن أحواله، والأحداث المؤلمة التي تعصف بسوريا وبلاد الرافدين هي خسارة صافية لنا جميعا وربح صاف لأعداء هذه الأمة، وفي مقدمتهم ذلك العدو الرابض على حدودنا الجنوبية الذي يستمتع بمشاهدة العرض المأساوي على مسرحنا الدامي. ندرك جميعا أن العالم سبقنا بأشواط، وأن علينا بذل جهود جبارة على كل المستويات إذا أردنا أن نحجز مكانا لائقا لنا في هذا العصر. هذا الهدف لا يتحقق بتفتيت الأوطان وإحياء العصبيات البغيضة، ولا بنشر الجهل وتعميم الظلام، ولا بالقهر والغلبة، ولا بهدر الفرص والثروات والأعمار. هذا الهدف لا يحققه إلا شباب متمكن مسلح بأدوات العصر، ولا ينجزه إلا أصحاب الأفكار الخلاقة والإرادات الطيبة والمشاريع البناءة من أمثالكم. أشكركم مجدداً على مجيئكم إلى بيروت عاصمة العرب وبيتي، وعلى إيمانكم بلبنان وثقتكم بمستقبله، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم التي هي استثمار في الحياة وفي الأمل بغد أفضل. أتمنى النجاح لأعمال هذا المنتدى، وأثمن الجهة المنظمة أي مجموعة الاقتصاد والأعمال وعلى رأسها الصديق رؤوف أبو زكي الذي أشكره على سعيه الدائم إلى تأمين التواصل اللبناني العربي وضمان استمرار الحضور العربي في لبنان، وشكراً.